المرة نص المجتمع اما الراجل واخد اجازة حرفة ودايس الفاينة شفرة صرفة مع اي حاجة فيكو الدخلاوي اتخنق من البشرية كل الناس مضيقة عليا انا العوج لابسه في رجليا بس الجدع افدي برقبتي اللي حقه لازم اجيبه وصاحبي راجل عمري ما اسيبه حضارة جديدة يعني حبيبه اروح بتخلص على صحتي اروح بتخلص على صحتي قلت لك يبقى انت بيه طب تاخد فيتامين بيه يا بيه يا بيه سعدت البيه خمسين معايا وخلاص سديت صدق خد مسكن ولا تخدر جاي انت جنك يبقى تحضر يا حياتي ودمي مهدر انا حملة ولا عمري تهدد انا حملة ولا عمري تهدد لسه تعيل في السوق لسه وش يسود على قوة خاصة الناس ميتة مش حاسة عنده ابو بيع سريح واحد حملة وعنده كتايب على طول ضربه بيجي في الصايب على الغلبان ولع حضرايب ومعدى بومب ومراجيح ومعدى بومب ومراجيح عند الغلبان بتنتهي وعليه احكي ورواية ظبط الرص قمت العباية لما تعدي يقولوا صاروخ بس الحملة عني منها مش قادر يبعد عنها لف بايده حط رناها قالها من رمان جدوخ قالها من رمان جدوخ بصت بصه قالت له يا غابي انت معايا اخرك شبشيبي قالها اللي انا عايزك والنبي لما الدنيا تشد العالم جابت ابوها علشان اتهانت بعد نص هدومها ما بانت نفسه ينفذ علشان يهدى قلب ابوه باخته الحيشة شاف الباب قصاد دكانه يا حلوة شوفيني قدام نسوانه عشرين كلب نبحين عشانه قدام بيته رماله في تيلة قدام بيته رماله في تيلة جاب العيلة قاله ليه كده جات معاك اصحال النيدة الحرب معاك ابتدى بس انا اسف لك يا معلم ادي دماغك ابوسها يا بوس ذنبي شقتي وابويا وبس قرب منه ورزعه مقص صاد الحملة وبقيت قلب صاد الحملة وبقيت قلب الحقنا حرفة ودايس صرفة هنا شفرة صرفة مع اي حال سكينتي عايزة تبقى لها جايزة ودماغي بايظة تعبت بجد بيعلم صوتي الحاجم واخد راتي للحمرة ونفخ ملاتي نسوان جت عالفراسة دانكم ما فكمش الطالة الكوبا لقيل عالسامة ده المرة نص المجتمع اما الراجل واخد اجازة اما الراجل واخد اجازة كلكوا على بعض رفاري مع عيل ومانجا نصاري وبتيجوا مني مش عارف على ايه عاملين ابطال لو جت وياكوا بمعارك انا ياخد منكو جمارك حد فيكو حملة بيتعارك ينزل على فردة شمال ينزل على فردة شمال اللي اختى شمال واللي عاش فيها البجاحات عايشين في حكايات تعبانين ولا شفنا راحة ده كان وحافظ العيب وحقه عمره ما مرة يسيبه قلنا الفارس احمد ديبه فارس الحضارة الجديدة دي شابون دق عياره صار
ضايق وقت الحرب احساسه غايب جوه الدنيا عملنا عجايب احنا جمنا تعدى فريضه عماده ما تحذر ضربته وصامه تندم لو حربته فرحة 25/10 عالدغري كله هيجي فرحته كريم مكي مشاكي سكيله لو حد زاوله الناس تدعيله اللي يفكر مره يضايقه يختم على وشه ويديله حمو دودو ثابت وجوده فاري حتة معدي حدوده اجدع شبلي وحيبقى فارس وفي مملكته يربي اسوده احلى مسا عليك يا ابو دين انت خطر فوق التخطيط والمسا على رضا الخواجة رضا الخواجة ابو عمير رضا الخواجة ابو عمير اللي بعد مسانة شديد الاجزاء صاحب زميله نجم الاخلاق المسا جاي على المتمكن الباشا هشام الحلاق مسا السنين ما يروحش في ثانية نعمل بروج هيهدي الدنيا المسا جاي على الاسطورة الاسطورة احمال امونيا انت مسيطر قلبك سوني اللي انت دبك شاف الغل المسا جاي للقلب الجاحي القلب السيد ابو هاني ادهم الجعفري شبح الميديا عايز اقوله ياخدك على نار هادية اللي يفكر يعمل حملة ياخد منه الضربة لاضي هما الدكتور تنت ده ابو تهاجي مفيش قصاده سيوف وخناجر اكشن مسا مظبوط للدكتور طيب انت شاعر فاجر حمو الدرجة تتفك الدقيقة حسن قزع وحشنا حقيقة جوه الحلرة بطولة وقوة في معاركها تعمل حريقة احمى سمكة تتفك دقته احمى سكر روح منطقته احنا دار على اي دار اما الباقي بياخد وقته شارع التوحيد سيطرة عالمية عبد العليم شارع النجومية والمسي على شارع الشرقاوي هم اغلى الناس عليا حمو بيكا يعني الدباح نسو ميسرة يعني السيطرة هتزوله مش ممكن ترتاح شبحنا فيك والتخلاوة قصدي هقول شبح الاشباح نور الدد يا المطاوة عشق البنات خاطب بالعروة كتب كلامنا الشعر الفاجر ما باخدش وقتي